إذا من الرياضة كفر ووتر لجانب الفني. صلاح عثمان مصطفى لينا الدكتور عثمان مصطفى الحياة كثير جدا من الأغنية، تكفي إنه هو رائد الفنانين المغنيين السودانيين اللي هي درجة كانت تمنح في الإذاعة السودانية. هو دخل الإذاعة سجل أول عمل له في العام 1965، تنقل وشغل مناصب عدة سواء كان في مجال الإعلام أو المجالات الغنائية. درس عدد كبير جدا من الفنانين سواء كان في مجال الصوت، ابرزهم محمد وردي، شرحبيل احمد، عبد القادر السالم. زميلنا ناجي فاروق عبر تقنيه التي فيو باك الان معنا على الهواء مباشره من منزله في لمسه وفاه، مع كل الود والتقدير. ناجي صباح الخير. مرحبا العزيز حمزة، ومرحبا بكل المشاهدين، ومرحبا بهذا الوطن الحبيب. يا أيها الوطن المعفر بالأناشيد التراتيل للوفاء، جئنا احتفاء حين غالبنا حنين الشوق في زمن الوفاء، أشواقنا أن نلتقيك بشارة كتبت رخاء. هي الأشواق الممتدة دائما من خلال الشروق، احتفاء وتقديرا بكل العظماء الذين قدموا سهما مرموقا في خضم الحياة الثقافية. بالأمس كانت الشروق في محطة مهمة مع الفنان الكبير عبد الرحمن عبد الله البلوم. اليوم أيضا تمتد هذه المسيرة وفاء وتقديرا للعطاء للذين بذلوا وقدموا جهدا كبيرا من خلال العطاء الثر. حمزة، ضيفنا اليوم هو واحدة من الأعمدة الفنية الثقافية الكبيرة جدا، وربما هو استطاع من خلال باكورة إنتاجه أن يمزج هذه الموهبة مع العلم، حتى صار هو واحد من العلماء الذين يدرسون علوم الموسيقى في السودان، وظل سهمه كذلك كبيرا في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية الموسيقى والدراما. لم يكتفي بهذا، بل هذا النجم الباذخ بعد أن غذى المكتبة السودانية الغنائية بكثير من الأغاني، هي التي تفوق أكثر من 50 أغنية، له قدح كبير جدا من خلال العطاء الفكري. هو الذي قدم كتاب من قبل بعنوان أغاني وسط السودان في القرن 21، ومن ثم كذلك قدم ورقة علمية مهمة جدا في تطوير شأن الموسيقى. لم يكتفي أيضا مبدعنا فقط بالتسجيل للإذاعة السودانية، لكنه درج بأعماله الفنية إلى الإذاعة، هيئة الإذاعة البريطانية في لندن، هي احتفت به كذلك من قبل احتفاء خاصا. حمزة، نحن اليوم في يعني حضور واحدة من الذين نالوا جوائز كبيرة جدا، شرفوا السودان ومثلوه خارجيا احتفاء كبيرا. لذا نحن اليوم هنا في بيته في واحدة من الأحياء العريقة، حي الرميلة بالخرطوم، جينا نطايبه وجينا نقالده، وبرضو جينا يعني نشارك معاه الوداد ونقاسمه كذلك السهاد. لذا رحبوا معي بالبروفيسور عثمان مصطفى، هذا النجم البازخ. صباح الخير، كل سنة وانت طيب. سهلا بغرشوك، وأنا سعيد جدا في هذه المباركات والثورة الجديدة ألتقي بكم، وإن شاء الله يكون لقاء مثمر. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني بداية دايرين نطمن الجمهور على صحتك من خلال الوعكة الصحية الأخيرة، ونحن الحمد لله جينا لقيناك معنوياتك مرتفعة. والله الحقيقة أنا عملت في شهر 12 من الفتاق، من شهر 12 ما قدر أقوم أصله إلا في هذا الاختداء، ما اقدر امشي الا يسوقوني سواقه. فان شاء الله صدر القاهره شو العلاج، واضيف انا صدر ضيف يعني، فان شاء الله بشير خير في بعض البلاد. ايوه يعني بعد في العلاج مفكر انك تمشي القاهره قريب ان شاء الله؟ لا بس بعد العيد ان شاء الله. طيب ان شاء الله بإذن الله تعالى. طيب برضو داير أتكلم على إنه قطاعات المجتمع السوداني، يعني هل الناس وقفت معاك، الممثلين للكيانات المختلفة، وأنت كنت واحد من يعني الرموز في اتحاد الغناء السوداني، كنت أمين عاما من قبل، يعني دايرين نشوف برضو شنو الاهتمامات يعني. والله بدري سنة كم 80 حسن عطية كان هو الرئيس وأنا كنت سكرتير، فبشير ما أبيت ما اعتذرت يعني، فكتبت اعتذاري وقلت له ما أمشي أنا، نحن المجلس الإدارة انتخبنا كلهم نمشي مجلس الإدارة والأعضاء ما يمشوا، فما يعني أخذوا فرصة جدير رهيبة جدا.
وممثل المجال العربي الموسيقى كل مرة يرسل لي نجاح. مشيت المغرب، مرة مشيت القاهرة، مرة مشيت مجموعة الموسيقى العربية الدكتور هشام كفاح بخوري، وامبارح استوديو رسالة قال لي عاوزين هذا الفنان الكبار يلحن أغنية عن الكورونا في زمن يعني برضو خلينا كمان نطمن انه هل القطاعات بيسألوا من صحتك الان وواقفين معاك من خلال مبادرات مختلفه؟ احنا قاعدين نشاهد والله في المجتمع السوداني انه في مبادرات يعني يقيفوا مع الفنانين وكمان يخدموهم يقدموا لهم يعني قدر ما هم قدموا من عطاء كبير. طب والله يا اخواني في اتحاد الفنانين ديل كرموني، وزوج كل معظم الغن في رتبتي سيف في البحرين دكتور نادين، وكرموني كرم رهيب يعني. واخوه ده دفع ملايين عشان دفع ملايين في العلاج بتاعي، فالحمد لله يعني كل اولادي وزوجتي جامعين، يعني ما في حد قرسان بس كلهم جامعين. يا سلام هاي. احنا والله بنطمن الليله جمهور عبرك، وبنقول لهم ما شاء الله البروفيسور يعني عثمان مصطفى بخير الحمد لله. نعم الحمد لله بخير، نحمد الله على كل شيء الحمد لله. يعني برضو خلينا نمشي معاك، طالما نحن اطمأننا على جانب الصحي وبنطلق طبعا نداء من خلال المبادرات المختلفة لكافة الكيانات السودانية والناس المهتمين طبعا بأنه يعني يقيفوا مع المبدعين ويساهموهم ويقدموهم. البروفيسور إن شاء الله يعني عنده رحلة علاج قريبة إلى القاهرة، ده نداء نحن بنطلقه لكافة المعنيين والمهتمين أنه يقيفوا مع هذا الرمز الكبير حتى يكمل العلاج، وإن شاء الله يرجع سالم غانم ان شاء الله، ونشوفك قريبا يعني واقف على حيلك وبتدرس وبتواصل ابداعك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله قريبا ان شاء الله. طيب خليني برضو اعرج معاه باعتبار انه هو قدم الكثير من الالحان، هو رجل موسيقي ملحن لكنه اثر على نفسه ان يتعامل مع ملحنين كثر، يعني مع الصلاحي ومع عبد اللطيف وكذلك موسى محمد ابراهيم، تعامل معهم في اعتبار انه يدي لونيه مميزه لاغانيه. يعني بتقول شنو انت الليله من خلال هذا التنوع الموسيقي اللي جيل اليوم؟ والله طبعا الفنان هو له صوت الطرب، وهذا الالحان كل ما تواتي الالحان كل ما كانت اخذت رواج، لكن اذا كانت تفتح بالك تبقى الحكايه جايطه. يعني عبد الله لحن الامام عالبك، والرشيد لحن موسى ابراهيم الدفات، ولحن حاج جميل جدا لحن معاذ كلمه حاج الحاجي، وموسى ابراهيم مرور الان في امريكا، وحسن بافكر هذه أغنيات كثيرة جدا، و بس يعني ما في رسالة. طيب احنا برضو حنعيد معه الذكريات، وكمان حنقيف معه في بدايته عشان نربط الحاضر دي بالماضي. انا قبل لما قلت انه البروفيسور عثمان مصطفى بدأ كبيرا باعتبار انه كان في احد الايام في الستينات طبعا كان يغني في واحدة من الاحتفاءات، وقام شاف وردي، وفي ذلك الوقت وردي نفسه كان ذائع الصيت وقام أهداه أغنية، الأغنية كانت هي من كلمات الشاعر الكبير إسماعيل حسن، وكان من المفترض أنه الأغنية دي يعني يغنيها وردي، لكنه أعجب بهذا الشاب البازغ في ذاك الوقت وقام أهداه هذه الأغنية، ودي كانت البداية. والله مشتاقين مش كده؟ إحنا بنقول لك والله الليلة والله مشتاقين. الطيور الراحلة والرمال المنسابة ذيك حسب الحال مع هذولي. فنحن قاعدين نشاعر في بيت اسماعيل، قال انا هوني كنت اكتنيها لنفسي، لكن اذا هذا الشيء فانا بهدي. ففعلا قعدت فنان كبير وشاعر كبير، فقال لي والله انت انا احسن مني، قلت له انت بنت على الحاجب. يا سلام ممتاز والله، وكانت البداية طبعا وتسجيل الأغنية في الإذاعة السودانية. طبعا أنت عندك أغاني كثيرة جدا محببة، يعني أيوة كثيرة خالص مش كده؟ 85 غناء عاطفي، وكم كم 50 غناء وطني، لكن بدولي 3 4 أغاني بس. فأنا بلوم قسم التنسيق في عنده ما في 3 4 أغاني، فعنده في حاجات ما هو كثير
يعني ما بتشتد الأزهار في الأرض الرباب. دي كلمة أبو حامد بن بشير عباس. أيوة. طيب أنا ما أعرف الأغنية اللي أنا بحبها لو من الأربع ولا بقى من بحبها جدا، ويعني بستمتع لها جدا جدا، وبستمع للبروفيسور عثمان مصطفى دائما. يعني رحت في حالك نسيتني، واعتبرت الماضي فات، لما انت خلاص جفيتني ليه بتحكي الذكريات؟ لما تحكي أمانة وكيف بدت كيف انتهت وتبددت قبال أوانة. صح انت والله حافظ كويس يعني. انا بس بحبك يعني. لا دي جميلة خالص خالص، دي من الأغنيات اللي بحبها. وحنا جيلي محمد صالح. أيوة. أخو يمكن مات الجيلي محمد صالح. أيوة أخو السفير في الغيرة. أيوة. ولحن مذهب رهيب. صحيح. من الأغنيات الجميلة. نعم. طيب رأيك شنو تسمع المشاهدين بعض من المقاطع؟ رحت في حالك نسيت يا رب، رحت في بوب بوب في حالك نسيت، واعتبرت الماضي فات، رحت في حالك نسيت، واعتبرت الماضي فات، لما انت خلاص جفيتني ليه بتحكي ذكريات؟ كثير من الناس يحبوها. يا سلام يا سلام. طيب برضو طالما نحن في الثورة وفي أيام الثورة، وجاءت الثورة وغيرت كثير جدا من الحياة، عموم الحياة السياسية في السودان الآن. أنا بتذكر برضو أنه ملحمة الثورة في الستينات، مش كده؟ في الكورال دي برضو قدمتك للجمهور في ذاك الوقت. صحيح. لله أنا محمد الأمين. أيوة. كان في مصدق. أيوة. أنا كنت أحد ناصر هذا النجاح. أيوة. لما الليلة الزار طول في الدور من الأحوال، وكانوا معنا مليون سمسة الرحمة بهدينا الفيلا وخالي إسماعيل، وكلهم توفوا. وهذا البيت ثلاثة نبطل في فجر ظالم. لا 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 دوت مليون سمسة الرحمة. فكانت هذه أغنية جميلة جدا، والناس حملونا على اكتافهم لغايه ما وصلنا شهر 40. كان سجن هذا هناك في وسيد الوسيد الله يرحمه. يا سلام. طيب اخيرا ونحن بنختم معك المحطه القصيره دي يا سعاده البروف، دايرك يعني رساله منك لازم نسالك، يعني الجيل اليوم الصاعدين في مجال الغناء في مجال الموسيقى، يعني بتقول لهم شنو؟ والله في اولاد ممتازين يعني، وبيشهر بأصوات جميلة زي عصمت بكري وطه سليمان وحسين الصادق، دول يعني فنانين خطرين، لكن ما بيشتركوا في اتحاد الفنانين. ف يعني طه سليمان كان قال لي يعني جايك انت في هذا البحث، لكن هم لاقوا الاغنيات والعادات دي ما بيشتغلوا بالفن ولا الموسيقى. يا سلام. طيب دي رسالة مهمة جدا. نعم. طيب احنا بنختم معاك الفقره دي يا استاذ، دار اغني معاك بلي، رايك شنو؟ جدا سرني يا مياس. جدا. طيب سرني يا مياس احتاج جميل زيك، سرني يا مياس احتاج جميل زيك، بلقيت في دنيا الناس ساكت شبه زيك. شكرا جزيلا، كتر خيرك، ان شاء الله ربنا يمتعك بالصحه والعافيه، ان شاء الله قريب نمشي نجي نلقاك. جيت من رحلتك العلاجيه من القاهره وعدت يعني تنثر ابداعك للطلبه وكذلك للفنانين، باعتبار انه انت برضه قدمت الان كثير من الفنانين في الساحه النوبيه. نعم نعم. ان شاء الله بعد رجوع من القاهره باذن الله أرجع كما كنت إن شاء الله. وهذا صوت المدرب لا يشيخ أبدا. صحيح. كل ما الإنسان تدرب كل ما لقى مساحات أوسع وهذا ممتاز جدا. نعم.
طيب دي رسالة بنختم بها، إنه يعني صوت الفنان لا يشيخ أبدا، بل يظل بذات الخامة وبذات الألق وبذات الإبداع. دي كانت لمسة الوفاء الليلة من هذا الدار العابر بحي الرميلة، من منزل البروفيسور عثمان مصطفى. وده طبعا نداء في لكل الناس المهتمين والمعنيين بأمر الثقافة، إنه الآن يجب على كلنا إنه نقيف مع هذا المبدع حتى إن شاء الله يعود سالما ومعافى. سعدنا بكم أيها الأحباب، لينا حمزة هي تحيات الصباح من هذا الرجل المبدع، أعود إليكم الآن. هنا كمان سعدنا أكثر الزميل ناجي فاروق بهذه المحطة الجميلة وهذا الألق والجمال في هذه المحطة الإبداعية المميزة مع البروفيسور عثمان مصطفى. وأكيد دعواتنا وتمنياتنا له بالشفاء العاجل، وأكيد من ناشد ومن نادي ومن طالب كل الجهات المعنية بالمبدعين والمهتمة بالمبدعين في بلادي، بأنه الفنان عثمان مصطفى يستحق أنه نحن نقف معه، لأنه أثرى الساحة الفنية والإبداعية بكثير من الأغنيات بصوته الجميل. جميل. غير كذا هو غنى لأم درمان، غنى العاصمة الوطنية وغنى للخرطوم العاصمة القومية. احنا الان في مبادرات مختلفه، انه القومه للسودان والقومه للوطن كمان. يا جماعه عايزين نكرم المبدعين وهم بيناتنا كمان لحسب حجم ثراهم، زي ما ذكرت لينا في الحياه الابداعيه ولو بجزء بسيط. يعني هم بيعانوا، ما كنزوا في مجال الفن، بل قدموا رسالتهم بكل تضحيه وبكل سلاسه.